السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ النهاردة جايبين لكم أفضل طريقة للربح من خلال تليجرام، وهي من خلال التعدين أو المايننج. طبعا أول حاجة هنعملها مع بعض، إن أنت لو مش محمل برنامج التليجرام هتلاقي في الديسكريبشن من تحت لينك تحميل التليجرام وهتشترك عليه، وكمان تحته هتلاقي اللينك الخاص بالبوت اللي احنا شغالين عليه دلوقتي، هو أفضل بوت موجود حاليا وموثوق 100%. البوت ده هتضغط على اللينك هيفتح معاك على التليجرام، وهتلاقي كلمة ستارت هتضغط عليها، بكده انت بتكون اشتركت على البوت. بعد كده بتضغط على العلامة دي هتلاقي اكاونت، ودي اللي من خلالها بيظهر لك زي ما احنا هنشوف مع بعض معاك كام ستار. يعني انا معايا دلوقتي مثلا 81 نجمة، ودي اللي من خلالها بتقدر ان انت تشتري الفيجات اللي من خلالها بتعدن الساتوشيهات، وكمان بيظهر لك كام ساتوشي معاك. تمام. طيب بعد كده بقدر من خلال المنيو برضو هنا، مثلا بعد ما انت بتشترك هتلاقي طبعا اول حاجة المفروض تعملها ان انت بتشتري فيجات. عندنا 7 فيجات مختلفة. تمام. اول ما بتشترك طبعا بيديك 100 نجمة، دي من خلالها بتقدر ان انت تشتري اول فيجا، دي بتديك 3 ساتوشي في الساعة الواحدة. تمام. بعد كده عندك هنا مثلا 900 نجمة، دي بيديك 37 ساتوشي. اللي بعدها 4500 نجمة بتديك 205 ساتوشي. بعد كده 18000 بيديك 860 ساتوشي في الساعة، وهكذا لغاية أعلى واحدة 360000 نجمة، دي بتعدل لك 18300 ساتوشي في الساعة. طيب طبعا لما بتشتري الفيجا طبعا بيظهر لك، يعني هنا مثلا معايا 4 من دي ومعايا 1 من دي. طبعا كل ما بتزود كل ما طبعا بيعدل معاك ساتوشيهات اكتر في وقت يعني قياسي جدا. طيب بعد كده عندنا هنا مثلا في المنيو وركينج، هنا لما بنضغط عليها بنقدر نشوف كام فيجا، يعني مثلا في الاقل فئة اللي هي M1 دي عاملة لي لغاية دلوقتي 8 ساتوشي، والتانية عاملة لي 20. طبعا عشان تقدر ان انت تلم الساتوشيات دي بتدوس على كولكت ساتوشي، او ما هيعمل لها كولكت بالظبط هيظهر لك 0 كده، انت ايه رصيدك اصبح في الساتوشيات دي. طيب من اهم الحاجات اللي لازم نعملها يوميا ان احنا بندخل على بونص دي وبنضغط على ديلي بونس، دي كل 6 ساعات لازم تخش تعملها، متاح ان انت بيجنريت ليك، او يعني انت بتحصل على الحاجة دي راندوم انت وحظك، من ممكن تاخد من 1 ل100 نجمة تقدر ان انت تستفيد بيها كل 6 ساعات. طيب ايه تاني يقدر يخليني احصل على عدد نجوم اكتر؟ هي طبعا ان انت تعمل دعوة لأصحابك، هتضغط على invite friends، بعد كده هتضغط طبعا هنا بيظهر لك انت في كام شخص دخل عن طريقك، والكام شخص دول دخلوا لك كام نجمة. طبعا انت بتاخد على الشخص الواحد 90 نجمة. هتضغط هنا على get fulfill link، بعد كده بيظهر لك اللينك ده، بتاخد اللينك ده وبتبدأ ان انت تدعو اصدقائك، وبحيث ان انت يعني كل ما هتدخل ناس اكتر كل ما هيجي لك نجوم اكتر، كل ما هتقدر ان انت تشتري عدد فيجات اكتر، وبالتالي هتعدن ساتوشيات اكتر، وبالتالي انت مجرد لما تدعو بالظبط 350 شخص انت هتقدر في اليوم يدخل لك ربح حوالي 7 دولار. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، ولو حاسين ان انتوا تقدروا تفيدوا غيركم بمعلومة تانية ممكن تعملوا شير. شكرا لكم.